وكاميرا جديدة. هلا حبايب، شو اخباركم؟ اموركم؟ مشتاقين؟ لا تحطون لايك، لا تعلقون، ولا تشتركون بالقناة. انا اللي يهمني صحتكم وسعادتكم بلا سوالف يعني. اوكي، الكاميرا هنا، خلينا نبلش الفيديو. انتم همين مسطورين من كلمة تيك توك؟ انتم همين ما تفتهمون ليش هذا التطبيق ثابر الدنيا؟ انتم همين خايفين انه هذا الجيل الجديد يبرطها؟ اذا هذا الفيديو مصمم لعيونكم. اليوم راح افتح تطبيق تيك توك على مود افتهم اكثر شنو هو هذا التطبيق، وليش الوف وادور وادور. راح افتح حساب ساندرا. اللي جديد على هاي القناه ما يعرف ساندرا منو؟ احسن، بدون ما اطولها عليكم خلينا نبلش. اوكي، نروح على حساب ساندرا. شنو لقبها؟ هي ساهي. اوكي. ساندرا ساهي عندها 91,000 فولور و446 الف لايك. فخلنا نفتح كل فيديوهاتها ونشوف شنو الفيلم. بالانجليزي يقولون واتش ذا موفي. لا تنظف الجام، عمرها ما نظفت الجام. ها؟ هاي شلون؟ لحظة، هاي شلون؟ هذا الخارج ما مشحون. لا، اللي يفاجئني بهذا الفيديو مو المونتاج، اللي يفاجئني انه هي ساندرا عمرها ما ماسحه شيء بحياتها. اوكي، نشوف الفيديو اللي بعده. ها شنو بدها تاكل شفقات؟ هنشوف هاي شنو الفيديو. طبعا لليوم ساندرا ممكن بثواني يعني تخليني هيك دمع عيوني من قد ما هيك ما اعرف من تغني افرح أت 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 اتالم افرح لو اتالم يعني انفعل. ما جاي فهم. ها الحمرة، لون الحمرة دا يتغير. اوكي، ها محاير ما اعرف بيا اسلوب اجاوبك. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il n'est jamais content. Il s'est décidé d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je serai des chiens comme Django, 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 yeah. Je serai des chiens comme Django. Trouble, trouble, trouble. Et qui est-ce 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 ساندرا تاكل شيبس، تموت على الشيبس. هاي تموت، هاي تموت. شادي على اخوها.
اوكي ها ذني ضحكا ذني ضحكا اذا واحد يعني يدبر التمثيل ويسويها حلوه يعني يعني مو لان اختي بس هي يعني مبدع عشان مثل الطماطه ما تحطها تمشي يعني بالزلاطه بالبيض اوكي مو جهه كبران شوي معصبه كنت اتمنى انه راس ساندرا يجي بالحقيقه لان كنت دائما اضيع الطوبه مال كره القدم وكنا يعني ما نقدر كل يوم نشتري واحده كان لعبت براسها المهم حلو جميل جدا مونتاج كلش حلو حلو اتصور التيك توك سمح للبنات اللي يسوون فاشن وميك اب انه يختصرن فيديوهاتهم لان بصراحه يعني احنا كشباب ما بينا حيل يعني نقعد 20 دقيقه نتعلم شلون تحط اي لاينر فهو احنا اصلا ليش بدنا نتعلم شلون نسوي اي لاينر والشباب ليش تتبعون حاتاتهن بس مكياج يلا نفتح الموضوع ليش متبعها احكي لي وش كاتب لها على الخاص احكي لي يلا اه اذا انتم من الجيل اللي كان يسمع اغاني جينيفر لوبيز وجيني فروم ذا بلوك علقوا لنا لان يعني معناتها احنا كلنا يعني جروب واحد عائله واحده يعني اوكي خلصنا الجوله على حساب ساندرا بالتيك توك واكيد هسه انتم منتظرين رايي على هذا التطبيق طبعا ماكو شيء ناجح بالعالم اذا ما بيفت شيء مميز اول شيء خلينا نحكي الاشياء الايجابيه اتصور اكو هواي ناس مبدعين على هذا التطبيق من ناحيه المونتاج من ناحيه الافكار والنقطه الايجابيه الثانيه انه هذا التطبيق تطبيق جدا ايجابي من تدخل بيه تحس انه الكل سعيد تحس انه دائما اكو موسيقى دائما اكو اضاءه حلوه دائما اكو رقصه حلوه شنو بعد اكو شيء ايجابي والله جاي احاول والله جاي احاول النقطه الثالثه هي التكنولوجيا اللي بهاي التطبيق اللي سمحت لهوايه ناس ما يعرفون شلون يسوون مونتاج يقدرون يسوون فيديو بدون ما يفكرون بالمونتاج وشون يا برنامج ينزلون وشون يسوون اكسبورت وشون يرجعون ينزلوها على انستغرام فهذا الشيء كلش حلو نبلش بالسلبيات اتصور تيك توك حلو اذا تصور فيديوهات وتسويها لاصدقائك او اهلك او ناسك بالشغل وتضحكهم بس من اشوف مشاهير عندهم قدرات عاليه بصناعه المحتوى وموهوبين يروحون على تيك توك يسوون اشياء ما تشبههم ابدا بس على مود ياخذون متابعين بتطبيق جديد هذا الشيء خليني افكر اذا تنظر اكو ممثلين عمرهم ما سووا مسلسلات اذا تنظر اكو مذيعين اخبار عمرهم ما سووا نشره جويه فكل من لازم يعرف قدراته ويعرف امكانيته وممكن امكانيتك اعلى من اللي ذا تسوي النقطه السلبيه الثانيه احس انه كتطبيق بصوره عامه ما بي اي رساله عمري ما طلعت من فيديو وانا متعلم شيء او 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 شايف شيء جديد وهذا الشيء ما زعجني بس مخوفني على الجيل الجديد انه جاي يقضون كل شوي وقت على التيك توك واحنا بعمرهم كنا نقضي وقت نلتقي باصدقائنا نقرا نكتب نتفرج على مسلسلات نتفرج على افلام وهاي المسلسلات والافلام بيها افكار جدا مهمه تطورك كانسان بالمجتمع الشيء السلبي الرابع هو انه اذا نزل ترند على التيك توك مثل ساندرا من تقمز وتسوي تغير ملابسها فانت راح تفتح التطبيق وراح تشوف انه مليون شخص مسوي نفس الفيديو سؤالي انه انت ما تحب تحس انك مميز انه فكرتك الك وانت تكون فخور انه انت جايبها ومسويها وكاتبها ومصورها فانا كمتلقي من اتفرج على التطبيق واشوف 100 فيديو نفسه راح امل اكو نقطه سلبيه همين مهمه راح احكي بيها اللي هي من يصورون فيديو على تيك توك وينزلونه على انستغرام هذا خطا يقولون متابعيهم على انستغرام انه احنا عندنا تيك توك بس تيك توك الفيديو من طلعه من تيك توك يفقد فكرته يعني تنزله على انستغرام الناس تقول هذا شبيه دا يقمز هذا شبيه دا يحق جامع لان كل
تطبيق وكل بلاتفورم إلى طريقته بالكلام. أنا هسه دا أحكي على اليوتيوب، لو كنت على الانستغرام كان حكيت بطريقة مختلفة، كان صورته بطريقة مختلفة، ولو هذا فيديو تيك توك كان صورته بطريقة مختلفة. فأنت خلي كل فكرة ببيتها، تيك توك بالتيك توك، انستغرام بالانستغرام، لا تدمج، لأن لو الأفكار تندمج كان كل هاي التطبيقات سواها تطبيق واحد وفضت راحت. أتصور هاي هي. أنا أتمنى ما جرحت أي أحد بهذا الفيديو، وأريدكم تكتبوا لي تعليقاتكم كلها جوا إذا أنتم طابقوني بالرأي أو إذا أنتم عندكم رأي ثاني وجزء أنا الغلطان، جزء أكو شيء أنا ما مفتهمة بالتيك توك أتعلمه من عندكم. سندورة أموت عليك، فيديوهاتك تخبل، وين ما تكونين وين ما ترحين أنا راح أبقى أتبعك. ولا تنسون تروحون تتبعون ساندرا على اليوتيوب على الإنستغرام وعلى التيك توك. أحبكم، أموت عليكم، أشوفكم بالفيديو الجاي.